بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فبعد أن كان حديثنا في المجلس السابق مختصا بتفسير قريب إلي وإليكم لسورة النبأ، اليوم سيكون حديثنا أيضا عن سورة تشبهها وتليها وتردفها وتتماثل معها في كثير من مباحثها، وهي سورة النازعات. وإحنا كما اتفقنا لسنا هنا بصدد التعمق والتوسع، إنما القصد هو أن نعرف مقاصد هذه الصورة وآياتها، وأن نأخذ منها الدروس والعبر، ونفهم كيف نقرأ القرآن الكريم. قبل أن أبدأ، أنا لاحظت أن بعض الإخوان اللي يتابعون عبر الصفحة أنهم يعني أخذوا كلامي المتعلق بالكتب التي أرجع إليها، وأنا قلت طيب حال، يعني هذا أمر طيب، ولذلك أنا أزيد أقول لهم هناك كتب أخرى أعتمد عليها، وفي كل مرة أذكر شيئا. بعض الطلبة لا يمكن يجمع الأمور، لأن فعلا معرفة المصادر والمراجع هذا شيء بالنسبة لطالب العلم أساس. من الكتب التي أعتمدها في التفسير أيضا كتاب المحرر الوجيز لعلامة أبي محمد بن عطية الأندلسي، من الكتب المشهورة لي، وهو كتاب مقرر في التعليم العاجل. كتاب آخر أيضا متعلق المرة لي فقط بالقراءة، أحيانا أنا أنبه على أن كاين واحد قراءة معينة إذا كان لابد، ومما أعتمده زيادة على ما يذكره المفسر في كتبهم، فأنا أعتمد على كتاب إتحاف فضلاء البشر في القراءات 14 لشهاب الدين الدمياطي. يعني الإخوة اللي هما يعجبهم العودة إلى المصادر، والكتاب الفائدة اللي فيه أنه يذكر القراءات ديال 14 قارئ، وفي آخر الصورة يذكر الرسم القرآني، يقول مرسوم أو المرسوم، المرسوم أي المرسوم في المصحف العثماني، وهذا أمر آخر طبعا حال، وهذا فن سوى فن القراءة والتجويد. يقول الله تبارك وتعالى في سورة النازعات: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ما كنقول بسم الله الرحمن الرحيم لاعتقادي أن البسملة آية من كل سورة، هذا قول طائفة من العلماء. هناك من يرى أن البسملة ليست من السور، إنما هي فواصل بين السور فقط. يقول الله تعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. هنا هذا الموضع، هذا موضع تنازع فيه المفسر، لأنه ما المقصود بهذه الأوصاف؟ هذه أوصاف لأي شيء؟ شنو المقصود؟ في خلاف، لكن جوج ديال الأقوال هما اللي في الراس، الملائكة والنجوم. مثلا كتسمع والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، هناك من قال ان هذا الشيء كله اوصاف للملائكه، هناك من قال ان هذه الاوصاف كلها للنجوم، لكن بقات في مساله في قول الله تعالى فالمدبرات امرا، هذه متفق على انها الملائكه، هي تدبر أمر الله في الكون. ولاش قلت لكم هذا الشيء؟ لأن هناك من يعتقد على أن النجوم أو الكواكب هذه اللي عندنا في المجموعة الشمسية تدبر الكون، لأن الله لا يدبر، غير مشغول بتدبير الكون، وهذه الكواكب هي التي أوكل إليها التدبير المباشر، هي التي تفكر وتقدر وتدبر، والله تعالى في غفلة عن خلقه.
هذا قول قيل ولا زال موجودا إلى الآن بطريقة أخرى. باقي غنتصادفوا مع هذه الطائفة الناس التي نعيش مع أفرادها في العالم وفي بلادنا، يعتقدون أن الله خلق وترك. قالوا بحال ديك المواكنين اللي عد المكانة وخلاها تخدم. هذا قول يعتقده كثير من الملاحدة والكفرة في العالم. وهذه فلسفة يعني، لكن الذي نعتقد أن الذي يدبر الكون هو الله تعالى، ويأمر ملائكته بأن يدبروا هذه الأمور بتفاصيلها. الملائكة مسؤولات عن تدبير الله تبارك وتعالى في الكون بأمره، يدبر بها كيف شاء. وهذه مخلوقات لا ندري كيف تباشر التدبير. فلذلك أنا سأقف هنا ولن أرجح كما فعل الإمام الطبري رحمه الله. أبو جعفر الإمام الكبير في التفسير توقف، ما زاد شيء، ذكر المذاهب وقف، بين على أن المطاع لي قاسع شوية، لأن اختلفت فيها أقوال الكبار من الصحابة رضي الله عنهم ثم التابعين. يوم ترجف الراجفة، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. هناك من قال إن المقصود بالرجفة هذه المذكورة في القرآن هنا هي الصيحة الأولى، النفخة الأولى، والثانية هي تتبعها الرادفة. هناك من قال إن الرجفة رجفة الأرض، وهذه الرجفة تكون الأولى، تأتي بعدها هزة أخرى. هل كنقولوا حنا دابا كتجي الهزة والارتدادية بعدها؟ كذلك هذا الأمر هذا غير محسوب بخلاف. لكن اللي باغي نفهموا هنا الإخوان وانتبهوا معايا، لأن حنا من دينا كنقراو في هذه الصور بجزء عامة، هي آيات تشد على قلب المخاطرة، خاصة أهل الكفر. والجملة المواضيع ديالها تدور حول في الغالب حول اليوم الآخر، الموت وما يأتي بعده، خاصة البعث. وحنا غادي نلاحظوا إذا باقي عاقلين الكلام ديالنا في سورة عامة، ستجدون ما يؤكد بعض اختيارات سورة عامة. يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة. إذا قلنا بأن المقصود هنا سواء كان النفخة أو كانت الرجفة، فالمقصود يوم القيامة. هذا هو القدر المتفق عليه هنا، أن هذا الشيء اللي غيوقع سواء كانت الصيحة ثم الصيحة أو الرجفة ثم بعدها شبيهتها بعدها، يعني الرادفة يعني التي تردفها. تقول رديفك أي من يجلس معك في دبتك، شحال هذه كانوا كيقولوا هذا. ولذلك الناس ألفوا في أرداف النبي عليه الصلاة والسلام، أي الناس اللي ركبوا بالنبي عليه الصلاة والسلام معاه الهبة ديالو. بحال دابا أنت عندك السيارة، يكون عندك واحد مذكرة اللي ركب معك هذا قايد اسمه، مابقاوش يركبوا أي واحد طبعا. ردوا بالكم، قلوب يومئذ واجفة، هذا التصوير لحال الناس يوم القيامة. لاحظوا هذا يوم القيامة يدل على ماذا؟ يدل على أن هناك عالما آخر سيبدأ ويرتبط به مفهوم البعث الذي أنكره المشركون في مكة. هو المشركون في مكة ما كان إشكالهم، ما كانوا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، أي ما كانوا يوحدونه في العبادة ولا يعتقدون وجود بعث بعد الموت. كانوا إلى درجة أنهم يسخرون من البعث، وأنتم سمعتم. أما يتساءلون تساؤل السخرية والاستهزاء، وما إذا طبعتم. فمن كنتكلموا على يوم القيامة، أي اليوم الذي يبعث فيه الناس، قيامة من؟ قيامة الناس من قبورهم. أما ما كان مع الإنسان من الموجودات فلن يبقى منه شيء، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، كل شيء تبدل. أما الإنسان فإن روحه خالدة، لما خلقت ستبقى، إنما ستنتقل من عالم إلى عالم، من بدن إلى بدن، من تكليف إلى جزاء. أبصارها خاشعة، المقصود الأبصار، وإنما نسبت إلى القلب للملابسة، لأن كلاهما من البدن. قد يبدو أن المقصود هنا هو أبصار القلب، لا، أبصار الأبصار التي ترى الشيء، أبصار ذليلة خاشعة، أي ذليلة مقهورة لما ترى.
حينما تشعر أنك ضعيف فقير حقير أمام العظمة التي تراها، فيحصل لك تذلل، ماشي تذلل المحبة والتقرب، لا، تذلل الحالة تغلب عليه. يقولون شكون هادو المشركون؟ أين لمردودون في الحافرة؟ المشركون شوفوا دابا كيتهاودوا في هذا الشيء. دابا قبل مع النبي عليه الصلاة والسلام يتساءلون، لاحظتوا يتساءلون كيطرحوا هذه الأسئلة هذه. أين لمردودون راجعون الطريق إلى الوراء؟ يعني أسنرجع إلى حياة أخرى؟ هذه هي الحافرة. الحافرة ملي كتكون ماشي واحد الساعة كترجع لله. قالوا هذه هي الحافرة. كتكون ماشي واحد الساعة كترجع. أي أنهم سيردون إلى حياة أخرى. يقولوا واش حنا راجعين حياة أخرى؟ بعد ما كنا وصرنا نحن عظاما ناخرة. أي عظاما ثقوبة كيدوز فيها الريح. في قراءة ناخرة، لكن هذا هو اللي عليه الجمهور ناخرة. أين لمردودون في الحافرة؟ أإذا كنا عظاما ناخرة؟ إذا كنا هكذا، أي تصور العودة والرجوع؟ القوم سفهاء العقل، أغبياء، وبيضعفوا عقيدة هؤلاء، كانوا يعتقدون أن الإنسان هو البدن. أما مسألة الروح وسكنها البدن وصفة الروح، ما كان عندهم من هذا الشيء. يقول كيف يعقل هذه العظام هذه اللي هي الآن مسوسة؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. فسيا استهزاء وإبعادا عن أن يكون هذا الأمر حقيقيا. شوف الناس كيف يفهموا، تفتت هذا الشيء صافي. أشري راه خلق الله أعظم، وهذا البعث أهون على الله، وقد ذكرنا هذا في سورة عم. هو الحديث عن ماذا؟ الحديث عن البعث بعد الموت وعن إمكانهم ذلك، لكن الله يذكرهم بالخلق ويظهر لهم عظمة هذا الخلق الدالة على عظمته وعظمة قدرته، لأنهم يفهمون أن الذي خلق كل هذا قادر على ردي ماشي هذا الشيء، على خلق شيء آخر يشبهه، وعلى بعث هذا الإنسان الذي صار رميما يرده إلى حالة أخرى. نفس البدن، نفس البدن، نفس الأعظام، نفس الجزء ديالك يردها الله بدنا لكن بصفات أخرى، وهذه هي تمام قدرته وإرادته. هادشي الشيء كله اللي كتشوفوا، هادشي العظيم، وأنت تستبعد أن يرد الله روحك إلى هذه العظام. ما تسوى هذه العظام الناخرة أمام هذه المخلوقات العظيمة؟ قالوا تلك إذا كرة خاسرة، وصدقوا. هؤلاء إذا بعثوا وسيبعثون ستكون كرتهم ورجعتهم خاسرة، أي خرجوا صفر، ما عندهم حتى درهم من الأجر، لأنهم أنكروا ألوهية الله تعالى وحاربوها وأنكروا البعث بعد الموت. تقول لي وجب البعث بعد الموت إلى الدرجة؟ نعم، أقل دليل أنك إذا اعتقدت أن الإنسان يبعث بعد الموت فإنك ستعلم أن ما بعدها سيكون خيرا مما قبلها. إذ هذا الذي نحن فيه، هذه دار ابتلاء واختبار وامتحان، والأخرى دار الحساب والجزاء والأداء. هذه الثانية التالية فيها الخلود لا تفنى، وهاته ممر وعبور. فالعاقل يفهم أن الأولى قد لا يقام فيها لا عدل ولا إنصاف ولا إحسان، ولذلك لا بد من أن يقوم في مرحلة تالية وهي هذه المرحلة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة، هذا كلام الله تعالى صافي، كلام دزيان. فإنما هي زجرة واحدة، نفخة واحدة ينفق فيها إسرافيل، نفخة البعث، فإذا هم بالسائرة، فإذا هم فوق الأرض. شمن أرض؟ أشياء هذه أرض أخرى، يوم تبدل أرض غير الأرض والسماوات. إذا صافي، المحشر أرض مختلفة، السماوات مختلفة، الشمس مختلفة،
هذه ستكور، وتلك الشمس ستدنو، صفات مختلفة للوحدة. فإذا هم بالساهرة، صافي العيطة اللولية، الجميع فوق الأرض على هيئة الفراش المبثوث، يردون إلى أبدانهم التي أنبتها الله تعالى بأمره، وكل روح يعرف جسمها وبدنها، تقوم على هيئة من كان راقدا دائما في البرزخ، ماشي في القبور اللي كتشوفوا هذو، هذه حفر في الدنيا، هذه كلها ستزول الحفر، إنما الحفرة لها جهتان، حفرة تراب وحفرة برزخية في العالم الآخر. بتسمعوا الأخبار على القبر، هذه الحفرة. ولذلك بعض كبار البهلاء شنو يعملوا؟ قديما يعني قالوا تتحدثون عن شخص يقعد ويسأل، فلنجلسن أمام القبر وننصت لعلنا نسمع شيئا. بل أدخل بعض كبار المكلفين في زماننا، أدخلوا أجهزة التصنت داخل القبور. حنا كنهضروا معاهم بالمعقول وما كيتفلاو عالم. حنا قلنا ما برزخ الشرفة عالم آخر، حنا عندنا ثلاثة ثم تؤمن بواحد، ما بقاوش يضيعوا وقتكم ووقتنا. قلنا ها كاين والو، وبعض منهم قالوا سجلنا أصواتنا في الدنيا هنايا لمعذبين، لا يسمعوا هذه الأصوات إلا كل الكائنات تسمع هذه الأصوات إلا الثقلين. قالوا التردد عالي والكائنات تسمع، نعم بقاو كاين الأجهزة اللي كتشبر التردد العالي وتحمله إلى صوت مسموع الشريف. الله يهديك، أما عقلك زعما هذيك الأصوات التي تسمعها الكائنات بإذن الله ماشي بقاع علينا كتعرف أنت، أسمعهم الله ذلك منه كما يسمع أهل البرزخ صوت النعال، نعال من شيع الجنازة يسمعون وهم في البرزخ في قناة لا يعرفها إلا الله، سمعوا صوتنا نحن، ماشي معنى أنهم معنا، هذاك عالم آخر. صافي انتهينا ياك. هذا هو الجميل في هذه الصور، هذه القصص، هذا الشيء اللي فيها المقاطع، كتجبروا معاني كثيره في صوره واحده، لان مقاطع قصيره نقولوا حنا المعاني مدكنا فيها، ولذلك يكون القرع شديد وحده مراهقه وحده مراهقه، وانت بين هذه وهذه ما كتجي تفهم هذه، انت كتدخل عليك هذه، ما كتجي تخرج من هذا الموضوع، تجي دخلك الله موضوع اخر، وانت في حيرة واضطراب. ايها القارئ، هذا هو المقصود والمغزى من هذا الاسلوب في القران، كتبقى انت في حالة دهشة وانت تقرا، والايقاع الايقاع يجعلك انت بحال اللي ماخوذ مجذوب، ماشي مجذوب بهذا تكون مجذوب، ما عندك من هرب وانت كتقرا. اما الايات الطويلات ديال الاحكام كتبكي على الكرسي ودي الجباد وضرب شربانتي، هذه ما كيخلكش تدمر في ديك راسك، حيت حدا مراهقتك. هل أتاك حديث موسى؟ هذه غتشرب عليها جزاتك، غتشوف وراها واش كاين خبار. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: هل أتاك حديث موسى؟ هل تعرف قصة موسى التي سأذكرها الآن؟ ومن أين لك من قصة موسى؟ أنك لم تكن معهم. إنما يخبرك رب العالمين بتفاصيل قصة موسى، وقد أكثر الله من ذكر تفاصيلها بأساليب مختلفة في القرآن الكريم، وهي أكثر القصص في القرآن الكريم ذكرا وتوسعا في حكاية تفاصيلها. تقول لي علاش؟ نقول لك علاش، لأن شي ناس هذا هو مشكلته، أتبعوا موسى عليه الصلاة والسلام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو معه في المدينة كان يعرف دقائق وتفاصيل قصة موسى عليه الصلاة والسلام، واليهود تصلهم الأخبار. تصلوا أنتم اليهود عارفينه بما فيهاش النعمة قطعا جزما، مي كيسمعوا ديك الآيات كيقولوا هذا السيد هذا رجل أمي، حنا والله حرمة عودنا له شي قصة، والأخبار هذا ما كنعرفوا غير حنايا، وعندنا ديك شي مشلول التواصل ديالنا هادو، وكيف كيعرف هاد الأخبار على الأنبياء بهذا التفاصيل؟ شو راحي تينا قلتي له؟ بنيامين تينا قلتي له؟ والله أقسم بربي موسى ما قلت له شي حاجة،
مأكد هنا الشرفة ديالنا أنا يهودات إذا قتل لا ممكن مين جاب هذا الخبر أخبار هذا ماشي عامي شي بالدقة أنا كنت قلت لك شي الشريف هذا بي قطعا ولكن ما لاش كان خصو يجي من عندنا هنا ولذلك بعض الطائف اليهود تعتقد أنه رسول من رب العالمين رسول من رب العالمين ولكن ما كيبغيوش يقولوا رسول الى ماشي الى العالمين هو رسول رب العالمين لكن للعربي دون الناس اجمعين غير العرب فقط كيعاود لنا الشيخ بوزان واحد الصاحب ديالو صاحبو اللي جلس معايا يتهاوي واحد الحاخام يهودي حزب كيقول سي عبد السلام وكيجلس مع الشيخ بوزان قال لي كيقول لنا الشيخ بوزان صاحبي قال واحد النهار انا كنتهاود معاه بغيت نقصه هذه نتكي عليه وشي اخبار كان كيعاود لنا في غزاله هذه الطائفه اللي كانوا هنايا العجب هذيك شي دول كل حاجه في وقتها بحال هكا قالوا لنا فشي نهار قال له اجي قال له كتامن بالنبي محمد اخر شافت معاه قال له ياه صلى الله عليه وسلم قال له اذا كتامن به علاش ما نرجعش مسلم قال له ياه ولكن لكم ماشي لنا هنايا عفريت زين الخرج وهي طائفه العيساويه من فرق اليهود نذكرها بكتب الفرق وانا سمعت بعض يهود السامره احدى البرامج يعتقدون هذا الامر يهود السامره خبركم هذو من اليهود اللي بقاو متشبتين بالاصول الاولى هما اللي عايشين بلاد الشام قالوا لا يهود السامره اللي كان منهم السامير هذو فيهم يعتقدون هذا الامر من الامور الطريفه انه الشيخ موزي يحكي واحد القصه لاول مره انا ذيك الوقت ان شاء الله كنتعرفوا على هذا اليهود من طريق الشيخ موزي لانه هو كيعرف تفاصيل حياته في طوال ليش من الأمور اللي كنعقل من أوائل ما تعلمته وانا من يقول لي شي نهار قال لي فلان فلاني من البلديين شنو البلديين؟ البلديين هما المسلمون من أصول يهودية بعد ذلك وقفنا على الكلام هذا في كتب التاريخ طبعا حال المؤرخين المغاربة خاصة الشيخ وزاق قالنا واحد النهار كنا كنسولو على الحائض ذكر في السنة أن اليهود إذا حاضت المرأة عندهم أخرجوها من البيت اليهود ما كانوش دابا هذا الشيء تشوفوا اليهود كانوا هذا الشيء ضد حقوق المرأة هما الأولين غيحيحوا اليهود لكن هذا الشيء هذا كيعملوه يهود السامرة قالنا الشيخ موسى يهود السامرة إذا كتحيض المرأة كتخرج من الكريسي في الباب ضد الدار قال هذا هو اليهود القدام من بقي شرين يعني هل أتاك حديث موسى أية قصة سيتحدث عنها الله تعالى لاحظوا يا ماشي قصة هي سرد القصة بطريقة سريعة إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى هنا كنقراو طوى عاصم كيقرا طوى بالتنوين الله تعالى ديك الوادي جعله رسولا وبعثه مباشرة إلى من ينبغي أن يبعث إليه من تم أنتم إلى فرعون وإلى قومه بطبيعة الحال اذهب إلى فرعون إنه طغى أي أنه فات الفوت هل فوت هو فات طغى أي فاق غيره في العصيان والمخالفة والفسق تجاوز القدر المعروف إلى درجة أنه قال أنا ربكم الأعلى ترم هذا الطغيان هذا السقر اش قلت لكم هالفوت هو فوق منه الناس عيقوا في الفسق عيقوا في الشرك في الخوف هذا ادعى انه هو الرب ولذلك من معتقدات الحضاره المصريه ان الفراعنه هم تجسد الله راع على الارض هم التجسيد ديال الاله راع اله الشمس على الارض فرعون الفراعنه كلهم يعني ماشي غير فرعون واحد فراعنة فقل غادي يمشي لعندو غيدخل عليه فرعون جالس في العرش ديالو بطبعا الحال ماشي غادي يدخل اي واحد على فرعون هذا راه موسى تربى في قصره ماشي اي واحد يمشي عندو تفسر بغا يدخل على فرعون تقول له قول له شي كلام لله تما يذبحوه كان ديك الوقت لكن هذا داخل شكون غيقولوا اه موسى تفضل يقول له فرعون من؟ يقول له موسى ولدك يعني الذي ربيته
فقل هل لك إلى أن تزكى؟ قراءة عاصم تزكى. مش عنده كله جوج كلمات، كله أجي واش عندك في أن تأخذ مني نصائح أوجهك بها وتتبعني لكي أزكي نفسك من الكفر والطغيان والفسق. أنا ما جي باش نطهر القلب. الأخو كيقول له اتق الله، كيقول لك علاش شفتيني كنصرة. وكاين بعض الناس إذا نصحتهم تأخذهم العزة بالإثم، يقبلش يبقى على ديك الشيء. ما خور كتقول له واحد المرة مع واحد الأم، أم مرأة كبيرة ومشكل عندها مشكل مع ولدها، دايما كيبقى مشكل، مشى جواج وأخرى جات الغيرة من مرأة ولدها حيحة الدنيا، جاو جلسوا زعما أنا جيت نجلس معاهم زعما أنا هو المدون هذا الأسرة. فكنجلس معاه ينصح هذا وهذا وهذا، أحيانا كتجبر الحيط. كنقول لها الشريف هذا الشيء سيد خليك النار، كتقول لي أنا خصني ندخل للنار. صافي أنا ديك الساعة قلت له السلام عليكم، مشيت بحالي باقي كنصح في هذا الشيء. دينا الصوت. كيقول له واش تبعني وأهديك إلى ربك، ماشي أنت هو الرب، لا لا، فأهديك وأهديك إلى ربك فتخشى. فتخشع. فتخشاه سبحانه وتعالى. فأراه الآية الكبرى. هذه الآية الكبرى شنو هي؟ ولا هناك من قال أراه آية كبرى، لا نعرف ما هي. كاين اللي قال هناك حجة أقامها عليه. كاين اللي قال لا يمكن أن تكون الحجة إلا الآيات اللي كنسميو حنايا المعجزات. تما شي حاجة وراها له. قالوا العصا واليد. العصا لم يرد ذكر لها في هذا المكان. فيما أعلم فيما وجد. إنما القريب أن تكون اليد. شنو قال الله تبارك وتعالى؟ وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في 90 آية إلى فرعون وقومه. هذيك اللي مذكورة تما، اللي ما جابت السياق. العصا أنا لا أعرف، ما أعرفش. وكاين اللي قال هناك آية أخرى، ما أدري أنا شنو هي الآية الأخرى، والله تعالى أعلم، لكنه يبدو أنه أقام عليه الحجة الآية. إيوا شنو غادي يكون الرد بالفعل ديالو؟ والله يعلم ذلك، مش الله يخفى عليه الأمر. فكذب وعصى، وعصى الملك. ثم أدبر يسعى، انتبهوا معايا من هنا، اذهب إلى فرعون. شوف شوف الصعداء بعد القصة، ما رديتوا بالي، خلينا نكملوا. فحشر فنادى، فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله. صافي شوف الصعداء، هذا هو المختصر المفيد. فحشر أي جمع جنده وسحرته، وتعرفون القصة ديال يوم الزينة وما وقع بين موسى عليه الصلاة والسلام وسحرة فرعون، على كثرة سحرته وعلو كعبهم فيما هم يتقنونه، لكن يبدو أنهم غلبوا، مقهورين، مردودين، خاشعين ذليلين، تسبب ذلك في أن يرجعوا خاشعين لا ذليلين ذل الهوان، بل خاشعين خشية من الله وخوفا منه، رجعوا مؤمنين. فقال أنا ربكم الأعلى. أي يسخن الرأس أحيانا. لكن تقول له اتق الله، قال لك هو أنا، هو أنا ربكم الأعلى، من هو أنا عندي هذا الشيء كل شيء، وهذه الأنهار، الله يشفي، سبحان الله العظيم. اللي جا عندي راسه أكثر من القياس، أعرف راسه ربه، أيهبطوا اضربوه بلا فاس. نيشان نقع. قال الله تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. عاود تلف شنو الآخرة والأولى؟ واش هذا كلام قاله أولا ثم ثانيا؟ أو أن المقصود هنا هو عقاب الله في الدنيا بالغرق، ثم العقاب في الآخرة بعد الموت، ليناسب الكلام الحديث عن البعث بعد الموت. بالمناسبة الحضارة المصرية كانت تؤمن بالبعث بعد الموت، لكن هم يؤمنون بطريقة محرفة مشوهة. الحضارة المصرية تؤمن بالبعث بعد الموت لكن بطريقة مختلفة، ودابا تهمه الغريبة في الأرض. طبعا واش
الكبار من الكبار الكذابين في العالم الإسلامي يقولون إننا نحن المسلمين بدءا بالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ هذا الكلام على اليوم الآخر من الحضارة المصرية، أخذها من الحضارة المصرية. بعض المرات كتفكر ملي كتبغي تكون بحالهم ما كتعرفش، كتبغي تكون مدوخ بحالهم ما تعرفش تكون مدوخ بحالهم، شي هادي فطرة فيهم كنقاد الله. وفوق اكتشفوا الناس يقراوا الهيروغليفيه اللي مكتوبه في المعابد، مين عرفوا ديك الشيء؟ حتى ترجموا ديك الكتابه بالرسوم، عاد اكتشفوا شنو هي الحضاره الفرعونيه. عاد عرفوا كاين ما بعد الموت عندهم، والاله ما بعد الموت، والحساب كيف اعمال. والنبي عليه الصلاه والسلام كان كيعرف الهيروغليفيه يا الشوفه، وراه كان امي يا صاحبي كان يعرفوا العربيه ديالهم فما يبقى بالعبرية والأرامية والهيروغليفية والقبطية. ما كان يعرف النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من اللغات في العالم، ومع ذلك يدعون أنه أخذ من هؤلاء الحضارات. ولكن للأسف عليهم ولفرحتنا نحن كان النبي أميا عليه الصلاة والسلام. تصوروا لو كان يعرف القراءة والكتابة، أو كان من كبار الباحثين المطلعين في حلوى قبل نوفل، كانوا جبروها سبقا. لا 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 لا، شي جابوا عند الناس فتحوا هذو كامل وجبروها مسدودة. كان نبيا أميا، واش تي دابا موسى درس وقرا نبينا عليه الصلاة والسلام. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، هذا الذي وقع لفرعون على علوه وطغيانه عبرة لكل من يفكر فليكون مثله، وما أكثرهم بعده إلى قيام الساعة. دابا تنوا الإخوان، طريقة القرآن الكريم في سورة عما غادي تعاود في سورة النازعات. أنتم أشد خلقنا من السماء بناها، العودة الآن إلى مسألة ذكر الخلق والعظمة الخلق لإقامة الحجة العقلية على منكر البعث. ها هو الخلق العظيم، فإذا كنتم تؤمنون بأن الله هو الذي أقامه فكيف تستبعدون عقلا أن يعيد الله ماشي ديك الخلق هذا، لا غير الروح إلى بدنها. هذا هو. أما أنتم تعلمون أن الله يقدر على خلق كون آخر بحال هذا، حيت تعلمون أنه هو الذي خلق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. إذا هو يقدر على ذلك وسيقدر. وجيتوا انكرتوا شو؟ نكروا القدرة على رد الروح إلى بدن تفتت. هذا عقل هذا الإخوان. هذه القضية الإخوان بعد الناس باقي ما فهموش المسألة. هذا الإيمان بالبعث رأى أمر يقضي به العقل، ماشي غير الخطاب بالشرع، ولذلك كان الأمر فيه شديدا. أنا أقول لكم شو وقع لي واحد المرة مع طالب، طالب جامعي تخصص اللغة الإنجليزية. فراش حط ورطنا في الناس مع بعض الشباب ملاحدة، أصبح تعلمنا منه أكثر من تعلمنا في الكتب في الرد على الإلحاد، حيت هما كيعاونوك في داك الشيء اللي كاين يعني ماشي شوف قدام. في التصويت شاف معايا واحد الصديق ديالي ملحد بغا يجلس، أنا آخر ما جلس مع واحد الشاب ملحد تخصص في القانون، جلست معاه تقريبا فتحت معاه الباب النقاش الجاد الحقيقي. حقا انا اشترطت عليه ان لا يطمس على عقلي وشاب ذكي، قلت له الله يجازيك بالخير، عندي شرط واحد، خلي عقلك خدام معايا ما تشدوش. فقلت له بسم الله الرحمن الرحيم، بدا تقول في كذا يا الله يا الله يا الله، تقريبا خمسة دقائق كملنا. انا ملي شفت هذاك سلمت عليه ومشيت بحالي صافي. وصل الى النهايه، فين وصلت انا؟ إلى إثبات النبوة، هو يشك في وجود الله. هنا وصلت له لإثبات النبوة، أن هناك أنبياء وأن النبي عليه الصلاة والسلام نبي. هو انكر هذه سبق تبتوا عنده بجوج لأن مع بعضهم كيمشي. أنا كنقول لكم هادشي اسمعوا يا خويا، ضرب الإلحاد ساهل، فهل عرفوا ديك السوس؟ الإلحاد أهون من الملح في الماء. شفت الطرد الملاح ذاك يكون قاصح إلا كتكب عليه كاس الماء، كاس الماء كيمس. لكن هضر معاه بعقله،
ما اللي مغنان واخا تجيب له تحشر له من جميع الادله بحال هذه وال قالوا بحال فرعون ما ربكم ولا انتم اشد خلقا من السماء بناها فالطبيب انا كنتكلم معاش الطبيب ما باغي يهرب يعني واحد الساعه جابو تقول له شوف اولي قلت له نفترض ان انت ماشي مع الاب ديالك ويكون مختك في الطريق تلاقاكم جوج شفاره قطع الطريق قتلوا اباك واغتصبوا امك وذبحوا اختك وهربوا هربوا قلت له هذه الحاله هذه ماذا انت صانع قال اريد حق ابي وامي واختي قلت له من سيعطيك الحق قال القانون قلت له تصور قبل ما يوصلوا من القانون ماتوا قبل ما يوصلوا من القانون ماتوا قلت له هل تؤمن بالعدل قيمه مطلقه العدل العدل قال لي نعم ما كاينش العدل ضروري خصو اسمع اسمع ضروري خصو يكون قال العدل قلت له هل اذا ماتوا تحقق العدل قال لي لا وقلت له كيف غيتحقق شنو غيكون الجواب في نظركم؟ هو كيقول لا بد ان يقام العدل وسيقام اذا لم يكن هنا هناك عدل الغابه والسلام اذا ما كاين عدل علاش نبقاو هنا عايشين؟ او نطحنوا في بطنا كاين لا اخلاق لا والو فابقى ساكت ويبدو انك كتفكر على الله تكون شي فرصه اخرى فرصه اخرى حنا كنسميوها اليوم الاخر قال لي ياك فرصه اخرى وقلت له شي هو عقلك يقول لك علاش كتناقشني انا انتم اشد خلقا من السماء بناها فهي بناء تذكرنا هذه في سوره عامه يعني رفع سمكها اي وسع السمك والعرض ديالها فسواها اي اتقنها بما فيها واغطش ليلها أي أنه أظلم ليلها أظلم وأخرج ضحاها أي أخرج النور في صبحها حنا قلنا هذا الزمن إشارة إلى الزمن والسماء والأرض إلى المكان باش ما تبقاش نطولوا عليك في الكلام فيما يتعلق بالخلق المكان والزمان وأنت أيها الإنسان وما بينهما من الحيوان قال والأرض بعد ذلك دحاها أي الله خلق الأرض ثم السماء ثم بعد ذلك سيدحو الأرض ويجعلها مكانا لائقا للحياة واضح يا هذه قلناها فأما أيضا ما أن دحاها قال لك لازرب على صرع يفسرها ما بعدها أخرج منها ماءها ومرعاها مفسرون قالوا الماء هي ماء خارج من الأرض من العيون والسواقي والآبار والمرعى ما تأكله البهائم ونأكله نحن كاين واحد فما آخر ظهر الدم وشي قريبة ولا بعيدة ولا صحيحة ولا مش صحيحة المهم هذه تدخل أيضا في باب الإعجاز العلمي كنا ما ذكرنا والجبال أمتادا هنا الله قال أخرج منها ماءها ومرعاها من أين أتى الماء الإخوة هذا الكلام لا يتقال دابا يبدو أنه هو الأصل كل شيء هل اللي قالوا الماء ذي العيون والآبار هادو اللي دابا غيتكلموا قالوا هذه المياه ليس اصلها تما انما دخلت في الارض هذه مياه تسربت الى الارض ولم تكن دائما في الارض لما لان الارض ساخنه والارض لا تنتج الماء هكذا واخا قالوا الذي يحصل هو انه يخرج بخار الماء من باطن الارض 70% من الادخنه الخارجه من البراكين عباره عن بخار الماء فإذا صعد إلى السماء مع غازات أخرى ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين وغيره ثم بعد ذلك عادت إلى الأرض فهي السبب في وجود الماء والسبب في النبات كيف وقد قيل هذا الكلام ديال الباحثين في الإعجاز العلمي في القرآن أما المفسرون فقالوا الماء الذي نجده تحت الأرض سواء في الفرشاة القريبة أو في المياه الجوفية صافي واضح والجبال أرساها والجبال أوتاد الجبال عاود ما الجبال عندهم واحد المحل كبير في القرآن الكريم وقد تكلم الناس عن المياه والجبال والأزمنة واحد عنده كتاب خاص الكلمات الواردة في هذا الشيء في اللغة العربية طولنا وقلنا يا إخوان شحال دوزنا لا
حيت كتشوفو كتبرقو كاملين كتبرقو عرفتي كاش كتبرقو عرقانين كاملين ما شاء الله الله يجعلوه عرقان لله. والجبال أرساها هي أرساها وأرسى بها أرساها وأرسى بها هذه بحالكم بحال الشجرة مغروسة في التراب وتلقى العروق زول الأرض لن تثبت الشجرة زول الشجرة لن تثبت الأرض فكلاهما يمسك بصاحبه كما أن الجبل الراسي يرسي ما حوله ماشي ما الاهتزاز اللي كتشوفوا لا لا الاهتزاز ديال الذهب اهتزاز الذهب تعرفوا من بعض الاخوان ربما ما فهموش الجبال كيف تحدث كاين بعض انواع الجبال مزيان هذا باش ما يجيش العشاء يقول ما كنهضروا شي في الباسيل الطبقات الارض احيانا شي يوقع هذا الصفائح التكتونيه او تشوفوا بقب كيهضر في هادشي كيضربوا شي يوقع كتدخل وحده تحت اخرى شو شي يوقع فين هو الجبل ها هو الفوق شوف ودابا تصوروا هذه عاود جبال الهيمالايا قطعة الهند انفصلت من افريقيا بنظرية تزحزح القارات وضربت في جنوب اسيا من ضربت داكشي طلع الفوق بزاف هذيك هي اطول الجبال في العالم كاش قارات خلات قارات هذي كتدفع انت الكارديت هذا يا دفع واش كيوقع هو هذا الجبل طلع شويه واللي تحت كثار لتحت هبط كثار فكانت اوتادا اوتادا وكاين جبال توقع وقع لها شق اللي قرا العلوم الطبيعيه كيعرف هادشي كيوقع شق في الارض كتكون الارض هيدا مشقوقه حتى عاد كتهبط اخرى كتتشق وهذه كتهبط وهذه كتبقى عاليه ها هو بالتهريه كتبني ديك النحت في الجبل هذوك الهيمالايا كانوا هيداك عاود مدورين مع الهواء كيبداو يتشقوا جا الشقوق هيداك معوجين في الشناقب هذيك عوامل التهريه وكان صافي هذه حصه في علوم الطبيعيه انتم عارفين لا هي باش ما تعرفوا لانه حيت بعض الناس كيقولوا لا انتم لا تفسرون القران العلوم البحث هكذا الشريف الله يهديك شي من شي دور هادشي كله اسمع اسمع هما واحد الامر في غاية الخطورة الإخوان بعض الناس كيقولوا أنتم أيها المسلمون أنكم الدين والله هو مدار الأمر والإنسان تحقروا الإنسان تعرفوش لأن الإنسان هو مدار الأمر نعم صحيح نتفق على أن الإنسان هو مدار هذا الكون أن الله أراد هذا الأمر هكذا لقول الله تعالى اسمع متاعا لكم ولأنعامكم هل بذلك تشوف كل الكون في آخر المطاف وضعه الله تعالى ليستفيد منه الإنسان سواء كان عن طريق اتخاذه متاعا أو اتخاذه محل التدبر والنظر ليطلع على قدرات الله تبارك وتعالى شفتوا الشيء ده كله ليتعرف الإنسان على خالقه وعظمته الجبال والسماوات ونبه الله إلى القريب أمامه من الماء والمرعى ليعرف أن الأمر فوق له ليعينه على إقامة شرع الله تعالى وأن يسهل له ما خلق من أجله وهو عبادة الله. عودة الآن إلى مشاهد يوم القيامة. شو الأمر كيف عمل؟ فإذا جاءت الطامة الكبرى التي تطم وتغطي غيرها، لأن طمة يعني شو عزك تعمر، عمرت الكأس وفاض، طم الكأس بالماء. طم شي حاجه كاينه وكثرتي عليها فوق منا نقول هذه من الطوام الكبرى يعني كثرتي شي مصيبه اكثر من المصائب الاخرى كلها يوم يتذكر الانسان ما سعى ما كيبقى يتفكر الانسان ما الذي قدمه بين يديه امام لقائه بالله تبارك وتعالى تما الانسان كيبدا يراجع شنو عملت انا صافي ما كيبقى عمل ديك اللحظه اللي كان كيكذب عارف ان صافي هذا هو الحق هذه كانكم ترون هذا كانكم الان قمتم وتنظر بين فارح بين من يفرح يعلم انه الى رحمه الله ديك الشيء اللي كان هو هذا وكاين
الخاسر الذي يعض على يديه. عظيم شعب مكين رجوع. وبرزت الجحيم لمن يرى، أي أظهرت لمن يرى، يعني أنها رؤيا عين حقيقية ماشي توهم، لا لمن يرى أي بعينه، كل شيء واضح. والجحيم من أسماء النار كما تعلم. فأما من طغى حي فرعون ومن يلي وآثر الحياة الدنيا، أي قدم النظر إلى الدنيا وإلى إصلاحها، الدار، السيارة، الخدمة، السفر، العيال، مكلة مزيانة، الحوايج، الراحة مطلقة، يسرق، يضرب، يقتل، يغوش، يدلس، يضرب على راسه. يعني قال واحد الملحد، واحد المجرم، واحد المغربي، قال أنا كنت في الصباح أريد أن أستمتع بهذه الدنيا بأقصى شيء، وإلا كنت ضيعت النهار ديالي. كيقول وأبذل كل ما أستطيع، كل ما أستطيع، ولو بالكذوب والسرقة، لأنه كيضرب على راسه. الملحد كيضرب على راسه، ما يكذبش عليكم شي ملحد يقول لكم الأخلاق، ما عندكش أخلاق، لا كيخبر لكم، ما هو غير دور الطهر يطحنك ويطحن صاحبه الملحد اللي معاه. أنا عاودوا لي هيدا هيدا، ملحد يعاود لي على خواته، كيطحنوا بعضهم ما فيها شي، ما كيعقلوش على بعضهم. فإن الجحيم هي المأوى، أي هي المرجع الذي ترجع إليه وتسكن فيه، تبقى للمأوى ديالك، لن تخرج منه. وأما من خاف مقام ربه، أي خاف القيام أمام الله، ذلك الموقف هذاك القيام أمام الله، ونهى النفس عن الهوى. وهنا ردوا بالكم، يكون كلام قصير ما فيهش تطويل، يكون خصك تركز على هذه الكلمات الواردة منه. شوف المخرج ديالي وديالك كامل هنا في مقابل الطغيان لكي لا نقع فيه بأنواعه، هو الخوف من الله ونهي النفس عن الهوى. خصص لك الله هذا الشيء كله في شأنه، أن تخاف وتخشى الموقف لغد الوقف أمام الله، فتبادر لذلك أن تنهى نفسك عن هواه، وتبذل كل ما استطعت في سبيل أن تقبل ما جاء به الأنبياء منهم موسى. بما جاءوا؟ جاءوا بتزكية النفوس، وهو الذي عرضه موسى على فرعون. هكذا سكن قرابة الشيء إخوان، شيء متناسب الآيات، العلماء ألفوا في تناسب الآيات، بل وتناسب حتى الصور. الشيء تكون كتقرأ في الأول ما تنساهش، وانت كتقرأ الآخر ما تنساهش. فرعون الذي طغى، ما تنساهش أنه من جي تقرأ فأما من طغى، وتذكر موسى لما يجوا على من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، خلاف فرعون الذي طلب منه تزكية النفس ما بغاش، ما قبلها، يقبلها. كيف تزكي نفسك؟ بشيء. الخوف من المقام بين يدي الله تعالى، وأن تنهى نفسك عن هواها. سير الله يعاونك. من ركب فيه هذا فقد أفلح. عرفتي كيفاش يمكننا نوسعوا؟ شوف الطريقة لكبار الباحثين في الصالحين عنه. قالوا والخوف لا يكون إلا مع الرجاء، احنا زدنا الرجاء. واضح؟ ومع نهي النفس عن الهوى بماذا تأمرها؟ لابد مع النهي من أمرنا، احنا نبني الآن طريقة التذكرة. هاي التذكرة يا إخوان، لأنك بهذه الطريقة هذه تبني تزكية نفسك، فأنت تنهى النفس عن الهوى وتأمرها بالطاعة، لأن نفسك إن لم تأمرها بالطاعة ولم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. في المقابل يجب عليك أن تشغلها بالخوف من الله، وبالجناح الآخر اللي هو الرجاء في الله تبارك وتعالى. قال فإن الجنة هي المأوى. شو شيء قصير واضح، باش نطولوا في الكلام. طغيان صاحب العلم، صاحب الخوف من المقام الذي يزكي نفسه وينهى عن الهوى، المأوى والمحل والسكنى والمآب هو الجنة. يسألونك عن الساعة، نبداو عندك. شوف كيفاش الانتقالات، عرفتي فين نرجعوا للإخوان؟ فين نرجعوا؟ عما يتساءل. هذيك اشرح هذيك، التناسب، ما تنساوش الشيء اللي قريته. يسألونك عن الساعة، الكفار مكة كيسقسيو النبي عليه الصلاة والسلام، أجي فوق الساعة؟
هذا السؤال سؤال ماذا؟ سؤال استهزاء. ولذلك أما يتساءلون، تعرفوا كيف كانوا يتساءلون؟ هذه أنا أحد أنواع أسئلتهم. فقط الساعة شنو جواب؟ لاحظوا من جنبي عليه الصلاة والسلام، جبريل عليه السلام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، قال له هذا الشيء، قال له متى الساعة؟ قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة؟ اش قال له؟ اش قال له؟ لا لا خلي الآية. وماذا أعددت لها؟ الجواب قرآني، الجواب قرآني. قال الله تبارك وتعالى فيما أنت من ذكرها، فين أنت؟ فين بالك من التذكر والإعداد لها؟ فيما أنت من ذكرها؟ ماشي تسقسي نسأل أنا متى؟ لا، اسأل أنت، هل أنت مستعد للدخول في التجربة اللي سمعتي كيف تكون؟ إلى ربك منتهى، أي أن معرفة وقتها إلى الله تبارك وتعالى، لا يعرف إلا هو. إنما أنت منذر من يخشاها، لا كاين قراءة أخرى، منذر من يخشاها، كاين بالإضافة وكاين بالتنوين على أساس أن اللي بعدها مفعول. هذه هي الشيء اللي مابغيش ندخلوا فيه، وإلا أجبر كاين إخواني كيعجبهم هذا الشيء، إن شاء الله تجبرون. لكن إذا بغيتي هذا الشيء تجبر الحلاق ضرب راسك، مشي عند طاهر بن عاشور شيخ وشيخنا في التحرير والتنوين، بغيتي حرك لك راسك، مشي اقرا أجبر على هذا الشيء. جميل جدا، يعني كثار من هذا الجمالية اللي كتشوفوها دابا في التفسير، شي العمق. الناس عرفوا بالضبط فين هي قوة لفظ القرآن. إنما أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام منذر مخوف من يخشاها، أي من فعلا فهم هذا الكلام الآن يخشى الموقف بين يدي الله تعالى. كأنهم هؤلاء يوم يرونها، هل يوم برزت الجحيم لمن يرى؟ هذه رؤية حقيقية. كأنهم يوم يرونها ظنوا، يعني لم يلبثوا إلا عشية، ظنوا أنهم كانوا كيتسناو غير شي شقي تقليلة دابا، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى، شوية من النهار أو شوية من عشية. وضحى يعني ضحى العشية، والحقيقة هو الشيء ماشي ضحى العشية، هو ضحى اليوم الذي توجد فيه العشية، هذا غير أسلوب عربي وصافي. يعني هذه سورة النازعات، وتلك سورة عمة، ولا زال جزء عمة في جعبته الكثير الإخوان. شيء ممتع، شيء شديد قوي، ولكنه مريح لأهل الخوف من مقام الله تعالى، القابلين التزكية من أنبياء الله ورسله، والذين يرجون من الله تبارك وتعالى الرحمة والفضل منه سبحانه. فلا عمل ينفعنا إلا إذا رحمنا ربنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.